تعالوا نروح للناحية التانية للنادي المصري. النهاردة بيرتدي زيه الأبيض مدير الفني طبعا كابتن حسام حسن، أحمد بوسكا في حراسة المرمى، اتنين مساكين أحمد منصور وإسلام صلاح، ناحية الرايت كريم العراقي وناحية الليفت محمد حمدي، ثلاثة في منتصف الملعب فريد شوقي وعمرو موسى وإسلام عطية، عبد الله جمعة ومحمد الشامي، وقدامهم راس حربة أحمد جمعة. البدلة النهاردة أحمد عبد الفتاح، حمادة ناصر، عبد الله بيكا، أحمد كابوريا، وحسام أشرف، وحسن حسن علي. الغيابات طبعا لسه أحمد شكري للإصابة هو والسيد عبد العال، وقلنا الأسباب تعود إلى اختيارات المدير الفني هيرمان كوا وأحمد شرويدة ويلسون أكاكبو ورمزي صالح وسعيد مراد وموسى ده، وكل دولت برضو من ضمن غيابات النادي المصري لأسباب مختلفة. ده بالنسبة لتشكيل كلا الفريقين.